السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة آدم سعيد، مرحبا بكم. اليوم في وصفة ديال بريوش أو فطيرة بريوش قطني رائع، كيجي شيش وخفيف بحال البونج. درت ليه حشوة ديال الموتزاريلا، يعني كمثال فقط ولكم الاختيار في الحشوة. كما كتلاحظوا كيجي شيش بزاف ومحمر. كنتمنى ان الوصفة ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ونمروا باش نتعرفوا على المقادير اللي سهلة جدا ومتوفرة في اي منزل. اول شيء غادي ندير واحد الكاس ديال الماء يكون طايب، يعني يكون سخون بزاف، وغادي نضيف مثلو كاس ديال الزيت، استعملوا نفس الكاس عبروا به، وغادي نضيف جوج الكؤوس ديال الحليب. هنا درت الماء طايب بزاف باش يلاه غادي يتخلط ليا مع الزيت والحليب، وغيعطيو ليا واحد الخليط اللي هو دافي، اللي غتفاعل ليا معاه الخميره. هنا غادي نضيف ما يعادل 10 غرام ديال الخميره، اي جوج معالق صغار كما كتشوفوا. من بعد غادي نضيف جوج معالق كبار ديال السنيده، انا هنا ضفت 4 لانني مستعمله ملعقه صغيره. استعملوا جوج معالق كبار ديال السكر السنيده، المقادير غادي تلقاوهم دائما اسفل الفيديو في صندوق الوصف. ضفت هنايا نصف ملعقه صغيره ديال الملح، الملح كذلك على حسب الرغبه ديال كل واحد فيكم. غادي نخلط المكونات بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا، وغادي نضيف بيضه واحده كامله، بيضه واحده فقط، وغادي نخدم العجانه ديالي او نحرك بيديا ونخلط العجين ديالي بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. وحنا تنضيفوا بالدقيق، كنضيفوا يعني بشويه بشويه حتى كنحصلوا على عجينه متماسكه ولينه، يعني كتكون شاده شويه في راسها وتكون يعني كتعطينا عجينه رطبه بزاف بفعل داك الزيت اللي كتكون فيها. هنا غادي نبدا باضافه الدقيق حتى كتجمع ليا العجينه، ومن بعد ما تجمعات هنا كما كتشوفوا خاصها تجي بهذا الشكل، كتجي طريه بزاف. حاولوا تدلكوها مزيان الا استخدمتوا اليدين، انا اليوم فقط لانني عيانه شويه لهذا فاستعملت العجانه، داكشي باش يعني استعملت العجانه، فانا كيحب يعني عزيز عليا ان نخدم بيدي. هنا غادي نخليوها نغطيوها ونخليوها حتى يتضاعف الحجم ديالها، وغادي نخرجوها الان كما كتشوفوا. من بعد ما خمرات غطيتها بلاستيك غذائي وخليتها تقريبا ساعه المكانه، وغادي نوضعها بهذا الشكل هذا. غادي نهزها ونحطها فوق الطبله. حاولوا الان ملي تهزوها يعني ما تفشوهاش اولا تضغطوا عليها بزاف باش ما كطيش لكم ديك الخميره ديالكم، وما كتخسرش لكم العجين. يعني كما كتهزوها يعني حاولوا عليها بشويه حتى كتجمعوها وتخليو فيها ديك النفوخيه اللي كتكون تبقى لداخل دائما كما كتلاحظوا. فكنجمع بشويه بشويه وكنحاول نخلي فيها داك الخموريه لداخل. هنايا غادي نقطع باش غادي نعمل منها كويرات صغار اللي غادي نخدم بهم ان شاء الله في هاد البريوش هذا او هاد الفطيره كما كتشوفوا. وهنا من بعد ما ساليت غادي نبدا نهز كل وحده، وغادي نصايب الكريسات يعني على حسب الحجم اللي انا بغيت نستعملهم فيه. انا غادي نزيد نقص شويه، يعني كل واحد وكيفاش يعني الحجم اللي كيبغي يدير في هذا البريوش هذا او الفطائر. غادي نجمعهم، يمكن لكم تستعملوا هذه العجينه ايضا لاي نوع ديال البريوش، فهي هائله جدا، كتجي زوينه زوينه وهشيشه. غادي نكملوا التتمه ديال الكويرات ديالنا بهذه الطريقه هذه كما كتلاحظوا. هنايا من بعد ما كملت يعني تحضير الكويرات ديالي، كناخد كل كره كنبسطها. هنا اختاريت كحشوه فروماج الموتزاريلا، يمكن لكم تستعملوا اي حشوه، يمكن لكم تخليوها كذلك بدون حشوه، كتجي هائله يعني حتى بدون حشوه. بالنسبه للحشوات المقترحه تقدروا ديروا لا كريم باتيسير كذلك كتجي فيه جميله، او الجبن. هنا كما كتلاحظوا تنجمع، تندير الحشوه ديالي الوسط وتنجمع وتنحاول نبسط فقط دوك الجناب اللي كنحاول نكورهم، وتنخلي الوسط كيجي طالع وتيجي منفوخ بهذا الشكل هذا، يعني هذا الشكل اللي بغينا نحصلوا عليه.
غادي نعاود لكم وحده باش كتشوفوا الطريقه كيفاش كتجي. دائما تنبسطوا غير شويه يعني وبالمهل، ما نضغطوش بزاف على العجين، وتنوضعوا داك الموتزاريلا في الوسط وتنجمعوها بهذا الشكل هذا، ونحاولوا بشويه باش تنكوروا داك الجوانب ديال العجين فقط كما كتلاحظوا، وتنعطيوها هذا الشكل هذا اللي كيجي جميل جدا من بعد ما كطيب. غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل التحضير ديال الكرات ديالي كاملين، كنحضرهم بهاد الحشوه هذه ديال الموتزاريلا. وهنا من بعد ما ساليت كما كتشوفوا غادي نغطيها او ندخلها للفرن ونخليها يعني حتى كتخمر ليا تقريبا واحد نص ساعه، كنديرها في مكان دافي حتى كتخمر كما كتلاحظوا هنايا. فمن بعد ما خمرات غادي نخرجها، غناخد اصفر البيض هنا عندي زائد ملعقه جوج اصفر البيض زائد ملعقه ديال السكر كلاصي وشويه ديال الزيت، هي باش كتعطينا ديك الحموريه فوق هاد القريشلات ديالنا اولا البريوش اولا الفطائر. تندهن بهم الفطائر ديال بهذا الشكل هذا، كنحاول نعطيهم واحد يعني كندهنهم غير من الفوق بلا ما ندهن الجوانب، لانني بغيت الجوانب كيبقى فيهم ديك البيوضه. كندخلهم الفرن درجه الحراره ديالو 180 درجه ان شاء الله حتى يطيبوا، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال هاد القريشلات كما كتلاحظوا تيجيو بهذا الشكل. من بعد ما بردوا كيجيو محمرين يعني كما يعني الصوره كتوضح، كيجيو لذاذ بزاف وهشاش غزالين بديك الحشوه. تقدروا كذلك كما قلت لكم ما تستعملوش نهائيا الحشوه، تجي جميله. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش كما العاده ديروا جيم الفيديو. وما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء الى وصفه مقبله ان شاء الله. بسلام عليكم، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.